أهلا بكم. دائرة الفئات المعنية بالتلقيح تشمل إذن الأشخاص ابتداء من 18 سنة، فئة عمرية تشكل شريحة واسعة من الهرم السكاني المغربي. هو تسريع لعملية التمنيع الوطنية وسعي حثيث للوصول إلى مناعة جماعية تحد من رقعة انتشار الوباء، وذلك يتم بالضرورة عبر انخراط الجميع. وزارة الصحة تدعو بالتالي كل المعنيين إلى التوجه نحو المراكز المخصصة للعملية. النموذج من الرباط مع محمد القنت ومصطفى حنفي. أصحاب الوزارة البيضاء يواصلون تجندهم في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي قطعت أشواطا مهمة في مواجهة الوباء من خلال تطعيم فئات عريضة من المواطنين ومواصلة توسيع دائرة المستفيدين من عملية التمنيع التي بدأت استهداف الفئة العمرية 18 سنة فما فوق. اليوم دازت بروميير دوز ديال الفاكسان، داز كلشي مزيان، كان النظام وكلشي كنشجع الشباب بان يديروا الفاكسان. اليوم جيت درت بروميير دوز من الفاكسان، كنشجع كاع الشباب انهم يجيو ياخذوا الجرعه ديالهم، حيت احنا هذه الفئه هي الفئه اللي كثيره اللي كيتبنى عليها المغرب، وبزاف كنشروا المرض بين عائلتنا. اعتمدت الحملة الوطنية للتلقيح في الآونة الأخيرة الكثير من المرونة من خلال دعوة المواطنين المستهدفين من عملية التلقيح للالتحاق بأقرب مركز دون التقيد بعنوان الإقامة، مع فتح المراكز الكبرى طيلة اليوم وعلى مر أيام الأسبوع. اليوم الحمد لله بلادنا وصلت في إطار حملة التلقيح، وصلت لفئة الشباب اللي 18 عام الفوق، واليوم كنلاحظوا واحد الإقبال ديال هذه الفئة، وحنا بدورنا من هذا المنبر كندعيو جميع الشباب اللي عمرهم فوق 18 عام يتوجهوا لأقرب مركز للتلقيح باش ياخذوا الحقنة ديالهم. السباق نحو تحقيق المناعة الجماعية في المغرب يسير بسرعته القصوى من خلال تجنيد الأطر الصحية المدنية والعسكرية في هذه العملية الكبرى وتوسيع قاعدة المستفيدين من جرعات اللقاح.